رافقها في الجولة أنت. تحية للسيدة زليخة. تحية الآلهة عليكم وعلى سائر الحراس. أهلا بك في سجن زوير المنسي والمتهاوي. لا أظن أنه لازال يمكن وصف سجن زوير بالمنسي والمتهاوي بوجود يوزرسيف، فأي مدار وطئته قدماه أحاله عامرا على أهله. نعم سيدتي، علي الاعتراف إن هذه الحقيقة لا يمكن إنكارها، فقد أحيا يوزرسيف بأعماله سجننا فأصبح موضع احترام من قبل الجميع. لكن يوزرسيف ليس سوى عبد آبق، وقد أرسلناه إلى السجن لكي يعاود طاعتنا، ولم نرسله إلى زويرة ليمضي أياما سعيدة هنيئة. لكن سيدتي، السجن وبمجرد أن تم حرمان السجين من حريته فهذا عقاب ليس بالقليل علي. فضلا عن ذلك، إن السجناء يتم إجبارهم على العمل الشاق والمتعب في مقالع الحجارة وفي أماكن أخرى، وهذا بحد ذاته عذاب شديد. اسمع حضرتك دامان، لقد جاءت الموقرة زليخة إلى زوير اليوم لتشاهد عن كثب وبأي ثمن مقاساة يوزرسي في العذاب. أنا لا أفهم. مثلا أي نوع من العذاب؟ السياط. أنا أريده أن يجلد، كما وأنني أريد أن أسمع صوت أنينه. حاضر سيدتي، سأفعل ذلك، سوف أنفذ أوامرك. لست أدافع عن يوزرسيف، انتظراني هنا وسوف أعود من ساعتي. يوزرسيف. لقد جاءت الموقرة زليخة وهي مصرة على مشاهدتك تتعرض للتعذيب، وقد ذهب سعي في إثنائها عن رأيها أدراج الرياح. أنا جاهز في خدمتك. قيدوا يوزرسيف إلى العمود وسط السجن. وما يعني هذا؟ لماذا تقيدونه؟ يريدون جلدي بالسياط. تحملوا قليلا، فهؤلاء مجبرون على ذلك. Thank you.
كفوا عن أذيته، ما الذي تفعلونه؟ صوتك، ألم ترغبي بمشاهدة تعذيب يوزاسيف؟ لا تتفوهي بأية كلمة، قلت كفوا عن ذلك. توقفوا، هذا يكفي. كفى، فكوا وثاقه. أرجوك سامحني، لم أكن أشأ ضربك، ولكن لم تكن بيدي حيلة بوجود زليخة، فقد كان من الممكن أن تتنبه لأمري إن تظاهرت بالتعذيب. لم تكن بيدي حيلة. لا عليك، انطلق. يوزاسيف، ما إن رأتك تتعذب حتى صرخت؟ توقفوا، كفوا عن ذلك، لا أريد أن أسمع. ثم رحلت. زليخة عجيب أمرها، فلا غضبها كغضب قساة القلوب، ولا حنانها كحنان الطيبين. لا حقدها غالب على أمرها ولا حنانها.